هرمون الـ AMH ده تركيبته ضعيفة، فلو ما اتعملش التحليل في خلال 4 ساعات بعد أخذ العينة هيبتدي يتكسر وتطلع النتيجة غلط. لازم نعرف إن الهرمون ده لما بيتقاس بيتقاس بوحدتين، حاجة اسمها NG وحاجة اسمها بيكومول. NG 7 أضعاف البيكومول، فخدي بالك وانت بتقري هذا القياس. وعشان كده احنا هنا في مركز جنين بنعمل التحليل ده، بناخد العينة وفي أقل من ساعة بتبقى النتيجة كمان طالعة، عشان ما نسمحش إن المركب بتاعها يتكسر. لازم برضو نعرف إن في وحدتين بنقيس بيهم، وحدة اسمها بيكومول وواحدة اسمها NG، بتختلف حسب البلد. NG يساوي 7 بيكومول، فلازم نعرف الوحدة قبل ما نتخض. لازم نعرف كمان إن التحليل ده ممكن يتعمل في أي يوم من أيام الدورة الشهرية، مش زي التحاليل بتاعت زمان اللي كنا لازم نعملها في ثالث يوم الدورة، ده بيتعمل في أي يوم.